مرحبا أصدقائي، إن شاء الله تكونوا بخير. مثل ما اتفقنا رح ناخذ نقاط عملية للاختصاص وللممارسة وطرق تفكير. فخلينا نبلش. أنا كاتب بالإنجليزي مسمي العنوان Residency Tricks، أنه هيك ملاحظات وخدع للاختصاص، وبحب أسميها باللهجة العراقية سوالف مقيمين، أنه مثل كأنه قاعدين مع بعض وعم ندردش ونسولف. أوكي، الكيس اللي حطته على الفيسبوك أنه مريضة بعمر 27 سنة راجعت الإسعاف بشكاية ألم شرسوفي بجاستريك بين. هذا الألم غير منتشر للظهر، بلش من أسبوعين وعم يزداد بالتدريج، يروح يجي، يعني متردد يروح يجي يروح يجي، ومبارح بلش واستمر لحد الآن. ما في حرارة، غثيان أو القيء. أول شيء الملاحظات الهامة اللي بتفيدك بالهيستوري بهيك حالة. على فكرة احنا نقول بالقصة بالإنجليزي نقول no past medical history، بس اللفظ الحلو history، history مو history، history. ما في عندها سوابق، ما بتاخذ أدوية، مش شارك خضعت له cesarean section، لا قيصرية. طيب الملاحظات الهامة بالقصة بالهيستوري انه الألم من ايمتى بلش، علاقته مع الطعام، صح؟ هامة جدا، هي كتير بديهيات بس هامة جدا، علاقته مع الطعام. آخر شيء ممكن عم يروح ويجي، طب لما امبارح أجي آخر شيء ولهلا مستمر عم يزيد ولا عم يخف، صح ولا لا؟ طيب هاي المرض أعطتنا إنه هو ألم مستمر من امبارح بلش وعم يزيد، أوكي، وما في غثيان أو قياء، ما في حرارة، وكمان لازم نسأل الموضوع العروقات chills، صار في حرارة أو برذية أو عروقات، هذا هام جدا. راح تسألني ليش؟ معلومة مشان موضوع الكولانجايتس. كثير هيك عم بحكي لك بشكل واسع، في شيء اسمه كولستايتس التهاب مرارة، وفي كولانجايتس التهاب طرق صفراوية. كلينيكالي سريريا الكولانجايتس بحب يعطي تشيلز عروقات، الكولستايتس بحب يعطيك فيفر حرارة. يعني المريض بتقول لك انه ارتفعت حرارتي بس ما بتقول لك انه حسيت ببرديه، البرديه اكثر شيء بيجي مع الكولانجايتس بشكل هيك عام وكثير واسع ومن بعيد. ماشي، طيب الملاحظه العمليه الاخرى وكثير بحكي اياها قبل ما نطلب التحاليل، قبل كل شيء راح تفحص. اهم شيء مو معقول تروح عندك كمقيم تفحص هيك مريضه وتاخذ تخصص وتجي تعرض على اعلى منك وما تقول له مورفي شو وضعه، صح؟ بديهيا. ولما قلت لك احنا المرضات لما بتضغط انت بايدك بتقول لك مورفي ايجابي ولا لا، جرب اضغط بنفس القوه بالطرف الاخر، اذا قالت معناتها جوز انت عم تضغط بقوه، اذا لا والله كان عجد انه عم يقطع النفس فلا هون جد مورفي، خلصنا منها. لما اجي افكر بهيك بشكل واسع كديفرنشال دايجنوزز، التشخيص الفرقين اللي هيك شكايه بجاستريك بين، راح تقول لي التهاب معدة ومعاء جاستروانترايتس على عيني وراسي وهو الأشع، صح؟ بس أنا ما بفكر فيه، بحطه بالأخير وما بحطه هيك إنه شيء تشخيص اللي ما له تشخيص. جاستروانترايتس في قصة تناول طعام من برا، مثلاً أفراد العائلة صار معهم شيء، هلا بموسمنا هذا في قصة إنه عم ينام على المكيف، صح ولا لا؟ في شيء إسهال، في شيء غثيان، في شيء إقياء، مو قال لي إيرن بطني تحطه جاستروانترايتس، صح ولا لا؟ هاي ملاحظة هامة جدا وهامفخ. الفكرة الأخرى إذا بدي أفكر بتشخيص أخرى، هيباتيتس، صح؟ كولستايتس التهاب مرارة، كولنجايتس التهاب طرق صفراوي، بانكرياتيتس، صح؟ بعدين جاسترونترايتس. وإذا كان العمر شوي كبير أو حتى بالثلاثينات وفوق، شو؟ في جاستريك بين أم آي. ما تنسى أنا عمليا لما بس حدا قال لي في جاستريك بين عندي ألم شرسوفي بروح بجيب جهاز تخطيط وهو ببلش بحكي معه، اي وشو شكايتك، وين ساكن، شو عم تدخن، وهيك وببلش انا عم بحكي معه وبعمل له التخطيط الاي سي جي، بعمل له كل شيء شكايه في جاستريك بين، وراح اقول لك ليش بالفيديو الجايه. ماشي لهون، فيك اعطيتك هيك رش. خلينا ندخل اكثر. هيك مريض شو تطلب له؟ اخذت الهيستوري والهيستوري واخذت يعني اخذت القصه وعملت الفحص الفيزيكال اكزام، هلا شو هتطلب؟ هتطلب تحاليل روتينيه، صح؟ كتصوير روتيني شو ممكن تطلب؟ طبيعي الترا ساوند،
تحاليل ليفر انزيمز، انزيمات الكبد، انزيمات الطرق الصفراويه والالتراساوند. انا قلت لك كلمه عريضه، نطلب انزيمات. طب اي انزيمات؟ يعني عندنا بتعرف بنحط تحت اشاره خليك متوجه. اهم الانزيمات AST ALT ALP، GGT كمان، بيليروبين كمان، كمان أميلاز، أميلاز، AST ALT ALP GGT، بيليروبين، أميلاز. طيب طبعا ممكن تطلب LDH، INR مهم جدا. طيب فهلا هنا عم بركز لك على كيف عم نفكر. جيت أنا على الأنزيمات، هون في شيء علاقة بتساعدني إنه أعرف اللي ترى الإصابة على مستوى الأنزيمات، الطرق الصفراوية على مستوى المتن الكبدي، صح؟ R ratio، تحسب R ratio كتير بيساعدك. الـ ALT المريض على الـ ALT الطبيعي، تقسيم ALP المريض على الـ ALP الطبيعي، والـ 2.5 أقل أو أكثر أو بالوسط، خلص منه. بعد لما بيجي بفكر، هل هي المريضة ذكر لك تشخيص تفريقية الهيباتاتيس، هل ممكن تكون طبعا الفيرال هيباتاتيس، الفيرال التهاب كبد أي مثلا، يعطيك أرقام أكثر من هيك بحوالي 10 أضعاف بشكل عام. طيب فنجيت هون عندي هاي الانزيم مرتفع وعندي البيروبين شوي مرتفع. هلأ بانكرياتاتيس ما كتير ماشي القصة، صح؟ عم أحكي بشكل واسع، فمعناها بشكل عام ما فكرت بهيباتيتس لأنه أنزيمات الكبد ALT وAST ما مرتفعين لأضعاف كثيرة، هاي بالدرجة الأولى. عم أحكي كطريقة تفكير. بعدين لما جيت على الأميلاز ما مرتفع لثلاث أضعاف، والألم صار له وقت ثلاث ساعات، فما كثير عم أفكر بالبانكرياتيتس. هدول شلتهم على طريقي. هل ممكن أفكر بالتهاب مرارة كولستاتيس؟ هل ممكن أفكر بكولنجيتيس؟ وغير التشخيصين في احيانا مجرد وجود الحصى ضمن الطرق الصفراويه كولدوليتياتيس، اللي هو وجود الحصى ضمن الطرق الصفراويه بيعمل لي الم. طيب للالتهاب المراره الكولسيستايتس يلزمك مورفي، وعلى التصوير يلزمك ثخانه جدار المراره الوول ثيكنس اكثر من قديش؟ اكثر من 4 ملي، وان يكون في سوائل حول المراره بالايكو ممكن يكون، صح؟ سيرين فيفر. لما بدي اذا بدي احكي على السي بي دي كولنجيتيس، السي بي دي لما تكون اكثر من 4 ملم، هاي ترفع القاعده كثير واسعه وعريضه. يعني لما تجيك اختيار عمره 90 سنه، اذا اجتك والسي بي دي 6 ملي 7 ملي بعتبر طبيعيه عموما، بس هنا متفقين على رقم هنا 4 ملي تقريبا. قديش كان طول الكبد؟ 16 سنتيمتر، 4 × 4 = 16. خلصنا. فيجيت على الكولنجيتيس، الكولنجيتيس بيعطيك ثلاثية شاركوت، ألم بطني، أبتومينال بين، جوندس، يرقان، وفيفر وارتفاع حرارة، وتحب تعطيك تشيلز أحيانا. هاي الكولنجيتيس. فهي الفروقات العامة. فما تبدي تبدي تصوير شوي يساعدني شوف هاي الحالة حقيقية. والمرضى كانت عاملة الإيكو من يومين وكان طبيعي، لهيك الطبيب الإسعاف اقترح نعمل سي تي سكان. هذا هو سيتي سكان. راح اخلي اول مره اعرضه هيك، بعدها بنتناقش. انت اذا حبيت تشوف وقف الفيديو قبل ما نتناقش ونعطيك الحل. هلا راح ابلش انا اعلق. اول شيء هذا الكبد، هذا الطحال، ليفر، سبلين، ستومك، معده، هاد الايورتا، هاد افريف انا كيفه لجوف السفلي، انزل اكثر، هاي بدايه الكليه اليسرى ليفت كيدني، وعلى فكره هاد الادرينال الغده الكظريه. بلش تطلع عندك المراره الجول بلادر. الشباب اللي حكيتوا لي على التعليقات انه هذا تكون كيسه كبديه، اذا هي كيسه لكن وين المراره؟ صح، هاي الكلية اليسرى، عفوا اليمنى. طيب راح ارجع اكثر، وما ننسى صديقنا البنكرياس، صح؟ هلا بيجي على المرارة. شوف هاي المرارة،
جواتها لاحظ هاي الحصيات، هاي أول شيء. المرارة متوسعة نعم، لكن ما في سمكة بجدار وما في حواليها سائل، فأنا بعدت عن الكولوسيستيتس. بيجي بعدها لاحظ من المرارة طالع في قناة، هاي هي السي بي دي. أيوة هاي هي السي بي دي، هاي بيهمني قطرة، بيهمني إذا في جواتها شيء. طبعا متوسعة، وراح أعطيك صورة صورة. لاحظ إنه كيف عم تنتهي. شوف الحق، أنت بتطلع على عضو تلحق كل الأخير بكل مقاطع. شوف كيف راح تنتهي بالدوادنم بالعفج. شوف وصلت لهون، عم تنتهي بالقطعة الثانية من العفج. العفج هون بيها مستوى الدوادنم. شوف عيد لك إياها، هاي الجهاز المفرغ ما في شيء، البولية من ناحيتكم ما في شيء. طيب إذا هون برجع بعلق مثل ما قلت لك، هذا الأيورتا، هذا الفريفينيك كيفا، سبلين، ليفر، ستوميك، هذا المستوى الهام. هاي هي الجول بلادر، وهي ضمنها حصيات، وهذا هو البنكرياس الجميل صح. هون عندك السي بي دي، وما بعرف اذا مصوره هون، تحس انه في جواته في شيء مو صافي، فجواته عكار يعني انه شيء يدل على حصيات. وبالتالي هاي الحاله كولوديوتيسيس، اللي هي تحصي الطرق الصفراويه، ما بعرف هيك تشخص بالعربي، كولوديوتيسيس، انه في حصات نزلت من المراره للطرق الصفراويه. كتشخيص او تدبير شو راح لازم اعمل له؟ MRCP يورجيني الطرق الصفراوية اليوم رايحة وين في الحصى. بعد على ضوء ممكن أضطر أعمل ERCP كعلاج. اتفقنا؟ فهيك خطوة خطوة حاولنا نحل ونفسر الموضوع. ممكن نضيف لك معلومة تانية أو ملاحظة أخرى، ما نخطي شيء ثاني. الوسيلة الاستقصائية الأهم مثل ما تفضل أحد أصدقائنا هو الأتراساوند. الإيكو هو أول شيء، السي تي في تعرض للأشعة، فأول شيء الأتراساوند. بس قلت لك إنه هاي الحالة حقيقية، حبيت أورجيك إياها ونشوف على التصوير نحكي بالسي تي. فهيك كان النقاش. هذا باختصار شديد، إن شاء الله كان الفيديو مفيد. نشوفكم إن شاء الله فيديو جديد. سلام.